بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وعافية. نكمل محاضراتنا حول الفوريير سيريز، أخذنا عليها أمثلة كثيرة وتطبيقات عديدة حول الفوريير سيريز. من ضمن التطبيقات هي الديفليكشن أوف بيمز، وحل المعادلات التفاضلية في حالة كون نون هوموجينيوس إيكويجن. الطرف الأيمن للمعادلة عبارة عن دالة متغيرة مع الزمن ومتعددة التعاريف function with more one definition. هذه التطبيقات الخاصة بالفوريير سيريز. انتهى الآن موضوع الفوريير سيريز بصورة عامة، ننتقل إلى موضوع جديد آخر وهو الميكانيكال سيستم. الميكانيكال سيستم هو عبارة عن تطبيقات هندسية استخدام أو حل المعادلات التفاضلية التي تحكم الميكانيكال سيستم. ومن هذه المعادلة هي المعادلة اللي نطلق عليها equation of motion، معادلة الحركة، اللي هي عبارة عن ما أخذيها سابقا للفصل الأول، لأن الفصل الأول أخذنا فقط تأثير السبرينج وتأثير الكتلة m y double dot plus k y equal 0 or equal f of t. الآن راح يدخل معادلة الحركة بكافة رموزها، راح يدخل الدامبينج أو يسمى الإخماد، الإخماد اللي هو يمثل الـ c في الـ y dot. يعني الـ c هو معامل التخميد dash point of friction coefficient، بالإضافة إلى أنه مضروب في الـ y dot، y dot اللي هي تمثل لي السرعة. فمعادلة الحركة بصورة عامة تتكون من my double dot plus cy dot plus ky equal f naught f of t. هذه عبارة عن دالة مع الزمن، f of t دالة متغيرة مع الزمن. الدوال المتغيرة مع الزمن أي دالة اللي بتنطلق اللود، هذا طبعا هذا يسموه translation mechanical differential equation. احنا سابقا كنا ناخذ فقط ال my double dot plus ky equal f of t، ما كان يدخل عندنا السي واي دوت، هذا ما كان يدخل عندنا. الان راح يدخل بالمعادله التفاضليه، راح نتعلم كيفيه حل هذه المعادله التفاضليه بوجود السي واي دوت. احنا اخذنا بوقتها فقط ام واي دبل دوت زائد كي واي ايكوال اف اوف تي، وكنا نحل هذه المعادله. حل المعادله واي كومبليت يساوي واي هوموجينيوس بلس واي بارتيكولر. طبعا لو كانت الطرف الايمن المعادله يعني ما عندي قوه خارجيه مسببه للحركه، يصير عندنا free vibration، نطلق عليه free vibration. ومن يكون free vibration معناته أنه طرف الأيمن يساوي صفر. بمعنى آخر، هذه هي معادلة الـ translation mechanical differential equation m y double dot plus c y dot plus k y equal f of t. إذا كانت هذه المعادلة تساوي صفر، فراح يصير عندنا ما يسمى بالـ free vibration. إذا كانت هذه المعادلة طرف الأيمن يساوي صفر، نطلق عليها free vibration، يعني اهتزاز طبيعي لكتلة أو لجسم معين نتيجة كتلته، نتيجة سرعة ابتدائية أو نتيجة initial velocity، سرعة ابتدائية أو initial displacement أو إزاحة ابتدائية. أما إذا كان الطرف الأيمن لا يساوي صفر، يساوي دالة متغيرة مع الزمن، فنطلق عليه force vibration، يعني هو اهتزاز ناتج من قوة خارجية. هذا الفورس فايبريشن الاف اوف تي عباره عن اي قوه متغيره مع الزمن. قد تكون هذه القوه متغيره مع الزمن ويند لود، احمال رياح، ايرثكويك، هزات ارضيه، بلاست لودينج، احمال الانفجارات الى اخره. هذه كلها قوه متغيره مع الزمن. فاذا بصوره عامه هذا هو الموضوع راح نتحدث عنه، وكيفيه حل هذه المعادله التفاضليه التي تحكم الحركة بوجود دامبينج. احنا سابقا من الفصل الاول اخذنا فقط ام واي دبل دوت زائد كي واي اكو اف اوف تي، وكنا نحل هذه المعادلة نستخدم الواي كومبليت عبارة عن واي هوموجينوس بلس واي بارتيكل. طبعا الان ايضا نفس الشيء، يعني حل هذه المعادلة التفاضلية هو ايضا عبارة عن واي هوموجينوس بلس واي بارتيكل، لكن الواي هوموجينوس راح تدخل بتأثير الدامبينج اللي هو السي في الواي دوت. السي عبرنا عنه coefficient of damping وسموه dash point or friction coefficient إلى آخره، damping friction coefficient هذا السي. أوكي، أما الـ M
فهو الكتلة الماس ال y double dot هو التعجيل, c هو قلنا dumping coefficient, ال y dot هو عبارة عن ال velocity, وال k هو ال spring coefficient, وال y هو ال displacement أو الزاحة, وال f of t هي القوة الخارجية المتغيرة مع الزمن. يمكن أن نشتق هذا القانون بطريقة أخرى. لو افترضنا أن الجسم كتلته m يتعرض إلى قوة خارجية مقدار f of t, بدنا نتكلم على إزاحة one single degree of freedom, درجة حرية واحدة إزاحة باتجاه الواي فقط. وعندنا هذا الداش بوينت, هذا المخمد, المخمد أو الكابح. وعندنا هنا السبرينج. طبعا هذه بصورة عامة هذا التمثيل أو هذا الموديلينج, هذا نقدر نعبر عنه من أحد الهندسة عبارة عن بناية مكونة من عمدان, فالأعمدة هي تمثل السبرينج, وزن السقف أو كتلة السقف تمثل لي هو الجسم نفسه, وأي قوة خارجية wind load تمثل لي الاف اوف تي, والدامبينج قد يكون مخمد عندنا يخمد الحركة, يعني هذا الدامبينج هو يقلل الحركة, يقلل الواي, يعني هو عبارة عن عكس اتجاه الواي, يعني يقلل قيمة الواي. اوكي, مثل سبرينج, سبرينج عبارة عن resisting force, يعني قوة ممانعة للحركة. حتى الدامبينج فورس عبارة عن قوة ممانعة للحركة. الاف اوف تي هي قوة مسببة للحركة, بمعنى آخر طبعا والماس أيضا قوة ممانعة للحركة. فإذا لنأخذ free body diagram للكتلة هذه, نشوف الاف اوف تي هي قوة مسببة للحركة, الاف اوف دي هو الدامبينج coefficient قوة ممانعة للحركة, والاف اوف اس هو القوة المتولدة في السبرينج أيضا ممانعة للحركة, والانيرشيا فورس قوة الانيرشيا تمثل الناتجة من الماس أيضا ممانعة للحركة. فإذا نأخذ سيجما اف اكس كأنما هذه القوة الخارجية, فكأنما نقول اف اوف اي بلس اف اوف دي بلس اف اوف اس تكون في الاتجاه اليسار, يقاومهم اف اوف تي القوة المسببة للحركة in the direction of displacement and other forces resulting from the motion, عبارة عن قوة ممانعة للحركة. فال F of I inertia force هي ال My double dot هي الكتلة في التعجيل, والماس هو W over G يعني وزن على التعجيل الأرضي, هذا التعجيل الأرضي. أوكي, ال F of D هو damping friction force عبارة عن C Y dot, C هو damping constant, وال F of S مثل spring elastic force عبارة عن ال K في الواي, يعني مثل ما ذكرنا أنه القوة المتولدة في السبرينج تساوي معامل السبرينج في الإزاحة واي. طبعا كلهم مرتبطين بالواي, وهذا مرتبط بالواي دوت, وهذا مرتبط بالواي دوت. فإذا نعوض هذه القيم في هذه المعادلة راح يصير عندي نفس هذه المعادلة, equation of motion for single degree of freedom m y double dot plus c y dot زائد k y equal to 50. وهذا طريقة أخرى لاستخراج معادلة الحركة. أوكي, هذه في حالة تستخدم هذا القانون في حالة كون الحركة انتقالية, حالة كون الحركة انتقالية يعني عبارة عن حركة باتجاه الـ X أو اتجاه الـ Y أو اتجاه الـ Z كحركة انتقالية. عندنا حركة نفس المعادلة في حالة كون الحركة دورانية, فنعبر عنها بالتورجينال ميكانيكال سيستم. طبعا نفس المعادلة, لكن الفرق أنه بدل ما أذكر أنه Y double dot, بدل ما نذكر انه y double dot عندنا ما يسمى بال theta double dot, يعني بدل ما يصير عندي ازاحة خطية يصير عندي ازاحة دورانية. هذا كنا نطلق عليه مثلا هاي الازاحة الخطية y, احنا الثيتا ازاحة دورانية ثيتا دوران. بنفس الوقت بدل ما اكتب الماس اكتب ال i, بدل ما اكتب ال c نفسه هو ال c, وال k هو نفس ال k, وبدل ما عندي قوة خارجية عندي عزم خارجي t as a function of t. فهنا translation mechanical differential equation, اوكي, عبارة عن i theta double dot plus c theta dot زائد k theta equal العزم الخارجي torsion mechanical. فهذه نعبر عنها torsional mechanical system. ففرق هذه المعادلة عن هذه المعادلة انه هذه المعادلة عبارة عن ناتجة من حركة انتقالية, الواي عبارة عن حركة انتقالية, والثيتا هنا حركة دورانية. يعني مثل ما ذكرنا ان الازاحه الزاويه, وهنا عندي الزاويه, هنا ازاحه خطيه, هنا ازاحه زاويه. يعني مثل ما كنا سابقا نقول عندنا تعجيل خطي واي دبل دوت, هنا عندنا شنو تعجيل زاويه. هنا
بعدها سرعة خطية y dot